ايه حلمك الجاي؟ ايه الخطوه الجايه محطتك يا كابتن حسني؟ يعني انا عندي حلم برضو، يعني الحمد لله اللي عايش من غير حلم مش هيبقى له هدف ومش هحققه. من احلامي الحمد لله ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان انا اساعد نادي الاسماعيلي، اساعد نادي الاسماعيلي في بوزيشن انا شايفه بالنسبه لي هو حلم، ان انا ابقى رئيس في يوم من الايام، اسعى اشتغل ليه واتمنى ان انا ابقى على قد المسؤوليه لو الناس فعلا متمسكه ان انا ابقى في البوزيشن دوت واخلص لهم واديهم. يعني انت حلمك مش التدريب، انت حلمك ان انت خلص. تبقى رئيس نادي الاسماعيلي باذن المولى. يعني انا الحلم ده انا الحلم ده عندي من سنين، يعني عندي من سنين اللي انا شايف المكان ده مظلوم، شايف المكان ده حاسس بالناس، لان انا كنت بروح النادي وانا صغير واقعد في المدرجات واشجع، فشفت قد ايه الناس دي بتحب النادي بجد، بس مظلومه، مظلومه لامور كتير كتير جدا. نفسي ان يبقى اي حد مسؤول بيبقى مسؤول عشان خاطر هو بيحب المكان اكتر ما بيحب نفسه، هو ده اللي انا نفسي اعمله نادي الاسماعيلي. لو بقيت رئيس نادي الاسماعيلي هتعمل ايه؟ نعمل حاجات كتير، يعني ده كاني بسالك برنامجك الانتخابي يعني. لا لا اكيد اكيد انا يعني انا بصي المكان اللي هينجحك اكيد في بلان هتمشي عليه، مش هتمشي لوحدك في لا يعني حلمك ايه للنادي؟ عايزه يعمل ايه؟ حلمي اللي انا اجيب ناس معايا كوادر النادي، ناس تقدر ترفع معايا النادي لفوق، ناس بتحب النادي بجد. واهم حاجه انا شايف النادي بيعاني منها هو الموارد، الموارد الثابته النادي الاسماعيلي، هي دي مشكله النادي الاسماعيلي. وزائد الفكر، احنا للاسف ما فيش بلان بنمشي عليه، هي دي مشكلتنا في النادي الاسماعيلي، بنمشي يوم بيوم وبكره هنعمل ايه بعده هنعمل ايه، احنا مشينا دوت ودوت، طب مين اللي جاي؟ ومين اللي بيبقى في المكان المناسب؟ يعني لما تيجي حضرتك تشوفي مثلا في اللجان التعاقدات مع اللعيبه اللي بتيجي او اللعيبه اللي بتمشي، ما هو انت المفروض انت بتحطي خطه مع مدير فني او بتحطي خطه، في بيبقى راجل مسؤول بيشوف الفرقه ماشيه ازاي، مين اللي هيمشي، مين اللي هيجي، هنجيب مدرب مين، حاجات دي انا بقى خلال خبرتي اللي مريت بيها دي انا ممكن انا اديرها كويس. والاهم من ده يبقى معايا ناس اهل خبره، مش انا مش هشتغل لوحدي. انت شايف تجربه كابتن محمود الخطيب في رئاسه الاهلي ازاي؟ لا شايفها يعني هو مظلوم، يعني على فكره كابتن محمود برضو جه في وقت فيه ظلم لحاجات كتير، اجيال بطلت اجيال، انا بتكلم يعني عشان يعني لاعب كوره او نجم لنادي ايقونه النادي ويتحول رئيس نادي، عشان كده جاي السؤال. تجربه بالنسبه لي تديني دافع ان انا اخش في 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 المنطقه دي، ان انا ابقى ليه ما اكونش رئيس زي كابتن محمود، وليه ما يكونش في الزمالك رؤساء لعيبه، بالرغم من الاشتباكات والمشاكل الكتيره اللي حصلت من بعد تقلد. اكيد اكيد هيبقى برضو ما فيش اشتباكات، مع طبيعي جدا في اي مكان بيبقى فيه وجهات نظر، ناس معاك وناس ضدك، انت مش هتخش مكان يبقى كله بامبي يعني مفروش بالورد، يعني اكيد في مشاكل، بس انت هتبقى قد المشاكل دي وهتعرفي تحليها ازاي، هتعملي البلان بتاعك او الخطه لايه. بس الاهم من ده بقى استاذ منى، انا عايز برضو اقول لاهل الاسماعيليه او المحبين النادي الاسماعيلي، اهم حاجه العضويه، لازم الناس تعمل عضويات في النادي الاسماعيلي، لان احنا عندنا مشكله، اي رئيس نادي بيجي بيبقى عنده كترة من العضويه معاه، هو اللي مسيطر عليها، فبيجي النهارده جماعه عموميه مفيش حد هيقول اه ولا، خلاص هم امين هي دي المشكله. انما انا النهارده انا عايز الناس هي اللي تحكم النادي، الناس هي اللي تقول للرئيس ده امشي بجماعه عموميه او اقعد بجماعه عموميه، الناس دي تحاسبك انت عملت ايه وما عملتش ايه. انما للاسف لا، اعتقد انه الحلم اللي انت بتقوله ده في يوم من الايام، في يوم مش بعيد هيتحقق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله، يعني ده حلم. انت ليك تاريخ كبير ومحترم ومشرف في الكره المصريه، صحيح انه لحظه الاعتزال صعبه على اي لاعب موهوب، انما خلينا نقول ان هي بدايه لمشروع تاني يضيف للكره المصريه ولا ينتقص منها. كابتن حسني عبد ربه نجم المنتخب ونجم النادي الاسماعيلي اللي اعتزل الاسبوع اللي فات.